القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع بعد 104 من دروس التفسير. ذوقي إذ الدرس وصل 404 للدروس التفسير، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه في تفسير صورة جديدة وهي صورة الروم. السجن في ذوث صورة تجليط بعد من فوق صورة العنكبوت، أن بذو صورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أكيد بذا صورة ساقي صورة الروم. السجيث مثلا نفسر 10 ليات في مزورة، 10 ليات في مزورة من سورة الروم. قبل أن نبدأ في التفسير نفكك بطاقة تعريفية بهذه السورة المباركة. أولا هي سورة مكية بلا خلاف، يعني بإجماع العلماء هي سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة النبوية بمكة المكرمة. طبعا ند المعيار، معيار التمييز بين القرآن المكي والمدني، قلنا هو الهجرة الأساس، هو المعيار الأساس هو الحدث الهجرة. قبل الهجرة أين كل القرآن ينزل قبل الهجرة؟ وقسم قرآن مكي. القرآن ينزل بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة سمكة المدينة، يسمى القرآن المدني. وكل قرآن له خصائص، دي كاركتيرستيك، خصائص. القرآن المكي يركز على أصول الإيمان. القرآن المكي تسكس الزلي ويطاس، يعني يشدن الإيمان، الإيمان ربي سبحانه، الإيمان الملائكة، الإيمان الأنبياء، الإيمان الأنبياء والرسول، الإيمان القضاء والقدر، الإيمان الآخر البعث والنشور إلى آخره. وطبيعي القرآن المكي اختار يفاد الناس على الشرك، هنا الغشيد المشركين رومين راس ربي ياك. الآية الأولى إلى قدره حتى الإيمان مباشرة. يمدينا ربي سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يمدينا ربي سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر. لا يثقيك في مزورات مسلين فين يعنان الإيمان فين يعنان. وكذلك من خصائص القرآن المكي نبذ الرذائل وزرع الفضائل، أين كل النذير؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كل عادة يكون جاهلية، يكون سلوكات جاهلية. القرآن أنت تذاوي، القرآن كان يعالج، أي تذاوي أطان يسعن ذي الجاهلية ذي كل مجال، أما ذي ثمتي، أما ذي الثامسة الجانب الاقتصادي إلى آخره. ولكن القرآن المدني يمتاز بالتشريع، ليجيسلاسيون، لانت لي لوا، قوانين. تفتح مثلا في سورة البقرة الآية 275 275 فيرسي، ربي ناد وأحل الله البيع وحرم الربا،
رشيد شمل السواق أم كاري ينظم الشرع للسواق نسن أم كاري ينظم الشؤون نسن العلاقة جنس المن أكذ وياض أما ذي الوقت تلويث أما ذي وقت طراد أما في السلم وفي الحرب ضبط هذه العلاقات في جميع الظروف إلى غير ذلك ضبط المعاملات ضبط حركة الإنسان في مجال المعاملات. أطول آية في القرآن في سورة البقرة الآية 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجين مسمى فاكتبوه العلاقة يرمذان ويرضلاس ويرضل أمشار اكتفان الرهن أمشار رهنا في مثال التوثيق الإشهاد الشهود التجارة يكل مراقي كاملا تيذيوث الآية أطول آية في القرآن وهي تحتل صفحة كاملة في المصحف الشريف الآية 282 من سورة البقرة. إذن آيات كثيرة قبل آية قيل آية 280 أيضا تتحدث عن معاملة من المعاملات يعني إرجاء سداد الدين في ظروف العسرة إلى غير ذلك. هذه من خصائص القرآن المدني. ثورة سورة الروم هي سورة مكية كلها بلا خلاف خطأ لو أنت تفضل سورة لن تشير الآيات مدنية لن تشير الآيات مكية تجي كلها عدد الآيات السعى 60 آية عدد الآيات 60 لايات السعى صورتي عدد الكلمات شحال الكلمات 807 كلمة 807 مو 870 807 كلمة عدد الحروف 3530 حرفا شحال حروف قلان ذي صورة الروم لان 3530 حرفا أعيد عدد الآيات 60 آية 60 آية عدد الكلمات 807 كلمة عدد الحروف 3530 حرفا أنفذ التفسير سلية ثمزور ثلمذلية 19 تفذا كان ألف لام ميم حروف مقطعة ثلاث الحروف يا أخي ندايت مثلا فيما سبق لنت صورتين عند ربي فذا واليس الحروف إلا وندا حروف أحادية يون الحرف مثلا دينا ربي سبحانه قاف صورة قاف يون الحرف نون والقلم وما يسطرون يون الحرف إلا وندا ثنائية سين ياسين سين الحروف إلى وندا ثلاثية أمثاقي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآيات سورة البقرة ألف لام ميم ثلاثة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة العمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآيات إلا رباعية مثلا في قوله تعالى ألف لام ميم صاد سورة الأعراف كتاب أنزل إليك ألف لام ميم صاد أربعة إلى وندا خمسة مثلا سورة مريم كاف هاء ياء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا خمسة الحروف السؤال ليش سنت الحروف هكا شو المعنى نسنت نهضرت في لسنت تفاصيل قبل 20 سنه قبل 20 سنه من بدا دروس التفسير قبل 20 سنه اكثر بالتفصيل ولكن ساقي باختصار يا اما المعنى نسن بالله دي قال ربي دي قالك ربي تخلقي فياك القران هكي يدي نزلان في محمد صلى الله عليه وسلم ينزلت الحروف هكي الحروف هكي يتسنم أم بعد الحروف هكي كني فوي لا ترتيب نسن إما ترتيب ألف باء ألف باء تاء ثاء ترتيب ألف باء إما ترتيب هجائي أبجد هوز حط
يعطي كلامه دي اللغة العربية نصان شوالاقي الحروف الأبجدية أبجد هوز ألف با جيم دال ألف با جيم دال نغ الحروف بترتيب الصوتي أمشي دفن الأصوات طبعا لو كان ديش ماضي الموضوع قاعد يروح كل وقت طاس لا أدخل في هذه التفاصيل ولكن كفكرة أما كان ربدي قارئ خلقيث القرآن أجي ينزل دس الحروف يسلم يلا ما الزمر ما داوي من القرآن ماجي وربي يجود في عديد الآيات منها قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو كان نجمعنا الإنس كن ملان مسنا وننسنا كن ملان إلى الشعراء والأدباء وعمالقة البيان ما يقدروش ميم الجن لو كان ديرنو يسم الزمير نارا داوي القرآن ماجي هذا معنى من المعاني تاع الحروف المقطعة مهمة تصدنا العلماء منها أن داول ديواجي من أسرار الله لا يعرف معناها إلا الله لا يعرف مرادها إلا الله اكتفي بهذا من أرد التفاصيل فليرجع إلى الدروس السابقة ألف لام ميم غلبت الروم ربي سبحانه ذاكي إلى إعجاز غيبي إعجاز إخباري تظهر القرآن الكريم معجزة خالدة معجزة خالدة إترنال فيهم كل شيء من وجوه الإعجاز الإعجاز اللغوي كما قلنا من وجوه الإعجاز الإعجاز التاريخي ربي سبحانه يروي لنا حكايات وروايات وأحداث تاريخية سابقة لا نعرف لا نعرفها على ربي انت يظهران يحكي انتيد نكواد نحكو انتيد نحكو يحكي غد في الأنبياء والمرسلين يحكي غد أمشي عاشنا كذ الأقوام إنسان سيدنا نوح كذ القوم سيدنا يونس سيدنا يوسف سيدنا يعقوب سيدنا موسى سيدنا عيسى كن ملان يوم أن دانظر كل شوالي وكي إعجاز تاريخي ضرب به دي حكان دي القرن موش تنظري وراء يلا إلى الإعجاز ومقارن الإعجاز البلاغي البلاغي ما هو معروف الآن في دنيا البلاغة والبيان من صور البديع والتورية والكناية والجناس والطباق والتشبيه وإلى غير ذلك كذلك إلا الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي القرآن الكريم ما هوش كتاب علم غدي في كل ديتاي يمكن صنع الطيارة أنا أدخل من الجيولوجي نغل الأسترونومي لا يفقد إشارات إشارات علمية العلم الحديث تطوري أثبتها بالليلاند إلى الإعجاز كذلك الإخباري الإعجاز الغيبي وثصور ساقيت الشم ذي سن الإعجاز على الأقل فضل عن الإعجاز اللغوي إلى الإعجاز الإخباري الغيبي إلى الإعجاز العلمي طويل غرض الإعجاز العلمي خطر في معنى أدنى الأرض هنا يطول الحديث ولكن تكفي الإشارة فالقليل خير من لا شيء ألف لام ميم غلبت الروم الروم كذ الفرس إمبراطوريتان كبيرتان الإمبراطورية الفارسية فارس وكذا كي مشركون عباد النار عبد ثيمس لان الرومي أهل كتاب أهل كتاب هم من الناس المسيحية هم من الناس اليهودية هم من الناس الإنجيل هم من الناس التوراة اسم يذكر القراية اسم تغلب الروم تخسر الروم فارس تربح ذي المعركة يجي من بعد المشركين مكفى فرحن سيبورتين الفارس خطر وقيت المشركين وقيت المشركين عملية الأنصار يعني ناصروا الفارسية فارس لأنها مشركة وأهل مكة مشركون المشركون يجي فرحن المسلمون حزنا شيء طبيعي شعور طبيعي خطر يغر ولو نسن مال إلى أهل كتاب إلى وإثني شركا لأن الروم أهل كتاب يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل لذلك المسلمون في مكة حزنوا ورب سبحانه أولا إفكاد إعجاز إخباري تاريخي إن ثيد باللي ظهر المعركة يجي إن كن بالنسبة إن كن على وجه الخصوص ثانيا إفكاد الإعجاز المدينة ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض أدنى يجي المعنى يس تعرفت أقرب مدينة أدنى دنوت من فلان اقتربت من فلان زمادين أدنى معنى يس أصغر ده مشطوح زمادين أدنى معنى يس أخفض
وذاك البحوث العلميه الكثيره في جنند ان دثر المعركه اخفض ارض عن مستوى البحر في الكره الارضيه ياك ديال الجلوب ياك اتسان في غور فلسطين وقايدين دي قريب في الجياني البحر الميت الاردن الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وناد العلماء المنطقة ياكي أخفض منطقة في الكرة الأرضية ياك أندت لا شحال يعني شحال المقدار ينس انخفضت عن سطح البحر بمقدار 400 متر تقريبا 400 مترات يعني انخفض في النيفو في المستوى نتاع سطح البحر في أدنى الأرض ربي سبحانه يفقد مكان عند تضرى مجريات المعركة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من بعد ربي سبحانه يفقد الخبر نبأ مستقبلي قبل ذي ظروا إن ربي سبحانه رب ذي ينصر الروم في الفارس ولكن ملمي إن في بضع سنين بضع سنين يعني يرسل سنين تسع سنين يرسل سنين تسع سنين وفعلا ذي الوقت يصدر وقي وعد الله والله لا يخلف الميعاد لن تبع التفاصيل أتجاوزها ربحا للزمن في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد الأمر ربي سبحانه ذنسري الحون قرن استقبالي أم ذني تحبير ربي يدبر لكن يفغوف ندمي حبر ولكن ذا ربي اكتدبرا من قبل ومن بعد نكون أمرنا باتخاذ الأسباب أسباب النصر أسباب النجاح أسباب الفلاح أسباب الغلبة أسباب إلى آخره ثقيه كلها أسباب ولكن ذي ثقرة أم ذا نتحبر ربي ادبر أفلاح زرعتي كرزيت ولكن يرجى ربي يخدم كان الأسباب ولكن يتسلف مسبب الأسباب جل جلاله ويومئذ يفرح المؤمنون أسني ما ديفك ربي النصر وقد تحقق فعلا وهو وعد الله عز وجل هذا فرح المؤمنين فعلا فرحا المؤمنين ذي مكة المكرمة وفي كل مكان فرحا سوى شو ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وقد تحقق وعد الله حيث انتصر الروم على فارس ينصر من يشاء النصر في يد الله باش نظر باللي حتى الاسباب تتخذ ولكن النصر من عند الله ربي وما النصر الا من عند الله ان تنصروا الله ينصركم اذا جاء نصر الله والفتح الا تنصروه فقد نصره الله كلما ذكرت كلمه النصر الا وقرنت بالله ربي مدي بذره ولكن النصر في شدر غرس مدينا ربي اذا جاء نصر الله ماشي بنادم بنادم يخدم الاسباب ولكن ربي دي ساكن النصر توفيق من عند ربي وما توفيقي إلا بالله إن إلا تنصره فقد نصره الله إن وما النصر إلا من عند الله إن إلى آخره كل الآية تندي في ربي النصر يشدي سريمة نيس ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم عزيز غالب على أمره لا يعجزه شيء أين في غادي يضرو الرحيم رحيم بعباده الطائعين المؤمنين وعد الله لا يخلف الله وعده وقيد الوعد أن ربي سبحانه عز وجل ربي ندي الآية تص منها إن الله لا يخلف الميعاد ربي فكاد الوعد الوعد سيوفى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون ولكن المؤمنون الطائعون الأتقياء يعلمون ذلك بأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد لذلك أهل الإيمان المؤمنين مركش من الجنث ذا شر الدينين الحمد لله الذي صدقنا وعده أولا قال دين المؤمنين إن زدغن الجنث الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولئك الناس الذين هم أكثر الناس لا يعلمون وكذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أين ديفانا في أمور الزراعة والفلاحة في أمور الصناعة والتجارة أين ديفان ولكن غافلين في الآخرة سواء كان دونيث
الدونيسي لو ندا سناسة حرشن فنان خدمن لا تكنولوجي خدمن لارشيتكتور خدمن كل شيء خدمن خاطر في كذا كي نورمال امور مرتبطه بالعقل البشري وين يستخدمن الا غير سادي وغ وين ثاني يوفى عادي. لذلك كان كل الهم ان غنقرنا ساكن سلم ذوى انه مازال لا نستخدم عقولنا جيدا لا نبدع في امور الدنيا لا ننتج وربما نستمال كثيرا للاستهلاك اي نعم كل استهلاك نعم ولكن الابداع والانتاج والبناء الحضاري وكذا للاسف الامه تخص وتقر غرك ولاش حاشا ولكن تخص والامه شاهده على الناس سوره البقره الايه 143 وكذلك جعلناكم امه وسطا اي غر لتكونوا شهداء على الناس الامه لقرت لي ابسونت ولا قالت لي تسعى لابسونس اما ذي لا تكنولوجيا اما ذي الاسترونوميا اما ذي لا جيولوجيا اما ذي كل شيء. لذلك بوكي اذا غفل النغياك ويشارك غياك اين الهان الله يبارك اين خصني يخص دينا الى قاتني السين باش انفدل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم سوره الرعد الايه 11. بعد شو دينا ربي سبحانه ذي الايه يناد وهم عن الآخرة هم غافلون كانك الكفار المشركون غفلنا الآخر خذ مكان الدونيس أولم يتفكروا في أنفسهم أدخل من قوين دخل ربي ذيك السنة ذي السنة ربي شحال آية دينا ربيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون سورة الذاريات الآية 21 سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ذاك يا ربي سبحانه يناد أولم يتفكروا في أنفسهم أذكر وذخم من كان قوين ذي خلق ربي ذي سنة ذمنا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ذاك بد مذيولي إيه نوان قاعا إن خلق ربي يريه نوان أكتموث إلا بالحق كل شيء خلقه ذا ربي سلحق وأجل مسمى كل شيء بتقدير العزيز الحكيم وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون وكان لنا أتصق مذانا كفرا مستنيض إلى البعث والنشور والآخرة كين خاطي فلا الدنيف الدنيف كفى الدنيف بقى على خير وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام أكي فهما وكذا كي غافلين عفوا تجي غفله ثم قرانت وينو من راس الاخر مسكين فلا الموت اكن من الله اذغدس الموت لكل اجل كتاب من بعد من الموت تفذو لا في اترنال الحياه الابديه تفذو سي الموت ذا ساون سي الاخر ذا خام القرار وان كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هذا الحون ذي القاعة وذغر التاريخ خزر تاريخ الأقوام السابقة إلى آخره كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض لن مقاذي قوة أكثر نوان كسنق ربي سبحانه أن دفن زدث الفراعنة زدث إمقران يعني هامان وقارون يا حصرة سعن الجد سعن القوة سعن كلش ولكن ما يبقى غير الله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة أمشي ثلاث مديث سن من قبل الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها عاش ديكتاطاس سنوات طويلة أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ربي شقع سند الرسل يمولها ننتلسى الأنبياء والمرسلين بشد الدقسن بشد أكوين بشد ذمنا فما كان الله ليظلمهم بعد ربي مثني عقف العقاب مقران وثني ظليمارا ثني ظليمارا لم يظلمهم ربي سبحانه وما ربك بظلام للعبيد ويظلم يوان لذلك في آخر ما أنزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سورة البقرة الآية 281 رب دي قارا خممث حزف ثي وسان قالوا ذي ثوظم أكن مثلا ما تجرفم ثرزين الباطل ذي الدنيا ثورت سقوذف ذي لاخرت ولاش الباطل وهم لا يظلمون
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله وين يكفر يظلم إيمانيس، وين يعصانا ربي يظلم إيمانيس ويظلم يوان. بعد شو دينا ربي سبحانه؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثقي على وزن فعلة السوء يعني جهنم، خطر الحسنى هي الجنة، السوء هي جهنم. معنى وكذاك يسيدفن الأنبياء والرسل، وكذاك يسيدفن آيات الله عز وجل نغسته زين سل آيات ربي سبحانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثان قارو ثنسن ثم دي ثنسن جهنم. وكذا معنى الآية، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تجد الآية 19 من سورة الروم، نكمل التفسير إن شاء الله وقدر في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.